نعم، يعني حتى هذه اللحظة الكثير من الكلمات التي ألقاها رؤساء المجالس، مجالس البرلمانات وكذلك مجالس الشورى ومجالس الشعب العربية الذين تواجدوا في العاصمة العراقية بغداد في النسخة 34 لمؤتمر اتحاد البرلمانات العربية في بغداد، والذي يأتي بعنوان دعم واستقرار الأمن في العراق. وبالتالي هذا المؤتمر حتى هذه اللحظة يحظى باهتمام كبير من قبل الجهات الرسمية العراقية، باعتبار أن تواجد كل رؤساء وممثلي البرلمانات العربية ومجالس الشورى ومجالس الشعب في العاصمة العراقية بغداد هي رسالة كبيرة يراها العراق من أجل دعم استقراره وبتعزيز الاستقرار السياسي وكذلك الاستقرار الأمني في العراق. وكما أكد الكثير من القادة والرؤساء البرلمانات في كلماتهم من أجل التي أكدوا من خلالها بأنهم يسعون لدعم الوضع الأمني واستقرار العراق على كل الصعد من أجل أن ينعكس ذلك إيجابيا على استقرار المنطقة، باعتبار أن العراق له أهمية كبيرة على المستوى الجيوسياسي، وبالتالي تدعم الدول العربية تحقيق هذا الهدف على وجه الخصوص. طبعا رئيس البرلمان العراقي السيد محمد الحلبوسي تحدث عن نقطة مهمة جدا وأثارها، وهي محاولة تحييد الخلافات بين مختلف الدول العربية وكذلك عودة سوريا إلى الحاضنة العربية مرة أخرى من أجل طبعا تحقيق الغاية الأسمى والأمثل بحسب كلام السيد الحلبوسي، وهي تذليل وتقليل الأزمات التي يعاني منها الشعب السوري، فضلا طبعا عن التركيز على القضية الأهم والأبرز بالنسبة للبرلمانات العربية، وهي مسألة القضية الفلسطينية وكذلك الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة وكذلك استمرار هذه الاعتداءات دون رادع ودون توقفها بأي شكل من الأشكال. بالتالي يرى العراق بأن هذا المؤتمر في بغداد يهدف إلى طبعا بالتأكيد مد جسور التعاون بين مختلف الدول العربية على عدة صعد، فضلا عن طبعا الصعيد الاقتصادي المهم من أجل أن تشرع الكثير من القوانين وكذلك تقرب وجهة نظر بين الدول العربية لدعم اقتصاداتها في ظل طبعا أزمات اقتصادية عالمية كانت نتيجة لحروب، أبرزها طبعا ما يجري في بين روسيا وأوكرانيا والذي أثر بشكل كبير على مستوى الطاقة. شكرا جزيلا لك من بغداد مصطفى القطان مراسل الغد.